يشاع بين الناس بأن الناس نفهموا الكتاب والسنة على منهج السلف. أعطوني هذا منهج السلف ما هو؟ من يعلم منكم معالم هذا السلف؟ ما هو هذا المنهج؟ على منهج السلف، ما هو منهج السلف؟ أعطوا لي العلامات ديالو، العلامة الأولى، العلامة الثانية، العلامة الثالثة، العلامة الرابعة، أعطوها لي؟ ولا علقاء يحكى عنه ولا يوجد؟ راه لا يوجد اسمه منهج السلف، راه منهج السلف هو مذهب الفقهاء، راه منهج السلف هو الشيء اللي كتقرا في كتب الفقه، راه منهج السلف هو هذا الشيء اللي كان في أصول الفقه. أتحدى مفردا واحدا يجيب لي شي حاجة عند الفقهاء المتأخرين لم يثبت عن السلف الصالح، جيب لي واحدة. يلا جيبها لي أنت اللي كتقول على منهج السلف ونلح الخلف، هذاك الخلف وهذاك السلف سنوان لا يفترقان. أعطيني منهج السلف أنا بغيته، أنا ما كنعرفوش وربما أنا جاهل. أعطيني هذا منهج السلف، نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف. شو هذا السلف؟ ما هو هذا المنهج؟ نحن نعرف أن لو سألناك ما هي أصول ابن مسعود تحفظها؟ بماذا تخالف أصول ابن مسعود أصول ابن عمر؟ أعطيها لي. هل تحفظ أنت أصول عمر في الفتوى؟ ما الفرق بينه وبين ابنه في الأصول؟ ما الفرق بين عائشة رضي الله عنها وبين ابن عباس وبين أبي هريرة في الأصول؟ أعطيهم لي كاسي صاحب المنهج السلف، احكيها لي، انا احكيها لك، انا اعطيها نقولها لك ونقول لك بانها موجوده عند عند الفقهاء المذاهب الاربعه. راه انتقلت لهم، راه انتقلت لهم، راه تاثروا بهم، صنعوهم، صاغوهم حقيقه، وسعوا، ما نقولش شيء، ما وسعوا، وسعوا العمل، ولكن القواعد الاصليه من حيث البدء بوضع الصحابه وعلى قطع انه وقع الظلم على الفقهاء، ونسب إلى أنهم يقولون بلا دليل، ونسب إلى أنهم خالفوا السنة. وأنا أقول للشباب تريتوا، لا تظلموا الناس، تريتوا، ابحثوا، تعلموا وغوصوا، فإن من وراء هذه الأشياء التي ترونها أمور أخرى قد خفيت عليكم.